السلام عليكم خوتي وحبابي. اول حاجه كنعتذر لان هذا الفيديو ما كنتش داير بحسابه، لكن كان خاصني نديرو باش نهضر على هذوك الصور التي لا اساس لها من الواقع. وهو فعلا انا تعرضت لواحد الحادثه سير في مدينه طنجة، تزلقت بين الطوموبيل واحد شويه، لكن الحمد لله يعني دعوه الخير وقفت معنا. الطوموبيل تعرضت لواحد المسائل بسيطه ماشي مهم، وانا تعرضت لخدوش بسيطه ونزل لي الضغط، هادشي اللي خلاني انا نمشي للسبيطار. فهاد الحادثه ربطوها مع ديك الصور، لان ديك الصور فقط من الكليب الجديد ديال اغنيه جديده. فهاد الناس اللي خرجوا هاد الصور نقول لهم يعني الله يهديهم والله يسامحهم، لان هاد الشيء خلى بزاف ديال الناس تخلعوا عليا، بزاف الناس اللي كتبغيني، صحابي، عائلتي، خصوصا عائلتي ووالديا اللي تخلعوا عليا بزاف، لان هاد الاخبار هي اخبار ماشي سهله. وحتى انا درت هاد الفيديو اقصى سرعه باش نوقف هاد الخبر ونفيه، لان انا من بين الفنانين اللي ما كيبغيوش البوز، كون كنت نبغي البوز.